بيت شي واحد يا رئيس، بغيناك تبين لينا دابا خدمتك. انا ما غاديش انايا موظفه راه الاشاره خطه بناجات ديطاشي المستشفى المنصور. المشكل عندنا ودي هو مشكل المسمات في الساعات الاضافيه. حنا موظفين جماعيين، تعطاتنا اسم ديال راه الاشاره اللي كل واحد راه الاشاره كاين في الوزاره ديال التربيه، كاين اللي في وزاره ديال الصحه، المهم لجميع مصالح ديال اللي تتهم المغرب، اللي تيهم المغرب. داروا لينا واحد القرار وزاري بان احنا تمتعوا بموظف راه الاشاره، يتمتع بالاجره، يتهنى براه الاشاره، يتمتع براه الاشاره، يتمتع بالاجره، ويتمتع بالترقيه، ويتمتع بالتقاعد. اما التعويضات فيمكن للمصالح المستقبليه الدار. هنا طبق هذا القرار من نحيدوا لينا لو ساليسمون، لكن بفضل الله والتدخلات والوقفات الاحتجاجيه وتختمت بارساليه ديال معالي الوزير الداخليه اللي دابا ملي تنسولوا على الساعات الاضافيه ديالنا تيقولوا لينا خاصنا الجواب، مازال الجواب باغيين يتسناو ديال السيد الوزير الداخليه. والوزير الداخليه صيفط ارساليه وكانت كحبيه بالنسبه ليا ديالي انايا، ماشي كواجب ديالو بالنسبه ليا، شو حدا درايه بالاداره ماشي كواجب ديالو. انا بالنسبه ليا اللي نحلوا المشكل عندي رئيس ديالي، عندي هنايا كاتب عام، عندي المهم سو كي كونسيغ اللي تتكون الجماعه هي اللي تكون العناصر ديالي الموقفين. اما بالنسبه لمعالي الوزير كان التدخل ديالو حبي جزاه الله خيرا. واش حنا غادي نبقاو الوزير الداخليه نقول ليه الله عليك لما صيفط لنا واحد الرساله وعطينا اعطانا بهذيك الارساليه كان بالامكان ديالهم. الا جيت نقرا عليك انا باقا عاقله على الفصل بان رجعنا لو ريزومي ديال ديك الارساليه، رجعنا كباقي الموظفين بالنسبه لو ساليسمون، وتعطانا نفس الرقم، نفس لو بيدجي، نفس النمره ديال لي سيركيلير، رجعنا كباقي ديال سميه. يعني بامكانهم ديك الارساليه ديال ساليسمون يخلصونا، لان كما تعلم ملي تتكون واحد التغيير في واحد لارتيكل واحد الفصل تيتلغى، تيتم قرار يلغي القرار. دلوقتي كان هاد الناس بالامكان ديالهم ما يتسناوش ارساليه، ما يضحكوش علينا. انا بوغ موا سي ان بريتكس، pour moi c'est un prétexte d'attendre toujours la réponse de monsieur le ministre. C'est un prétexte. هذاك لا انا صافي دار اللي عليه. بالنسبه دابا ملي تنديرو باقي ملي تنهضروا وتنقولوا لهم خاص، تيقول لك لا راه واحد النظام اساسي. انا ما تنعرفش النظام اساسي. 800 راه الاشاره 800 سنين وحنا تيمشي لينا حقنا بحال هكايا، راه 3 سنين بالنسبه لينا حقنا هباء منثور. وكاين مين اللي راهن الاشاره وكياخذوهم، فهمتي؟ انا تنقولها كاين اللي راهن الاشاره وتياخذهم. ما فهمتش انايا، انا الا كان حنايا موظفين انتوما عطيتونا توضيح بان ما خصناش ناخذو، انا تنبين توضيح خصنا ناخذو. اولا بعدا الا جيتي تطلع على مجلس المدينه ولا اي جماعه اي مقاطعه اش تلقى ولدي؟ تتلقى ان سيستيم دو بونتاج، عندهم واحد السيستيم تيدخلوا مع 8 ونص ويخرجوا مع 4 ونص. فينا هي الساعات الاضافيه؟ فينا هي الساعات الاضافيه؟ احنا عندنا بيجي واحد، عندنا انا تنتسمى موظفه جماعيه راه الاشاره، ولكن ولو انني راه الاشاره عندي بيدجي كومينال، جي ان بيدجي كومينال اللي تنتخلص منه، ماشي عندي ان بيدجي ميز ا ديسبوزيسيون. انا عندي الا كان عندي بيدجي عندي ديال موظف جماعي، اسيدي الميزانيه اللي تتعطي منها الموظف الجماعه عندي حق فيها. الا كنتي انا عطيتيني اسم قد بيا، دير لي ميزانيه بوحده ديال راه الاشاره وغتشوف شكون اللي تيخدم بزاف من ورا الفونكسيونير. دابا المصالح ديال الصحه، شكون اللي خدام دابا الصحه؟ مصالح شكون اللي خدامه دابا؟ الصحه، ياك الصحه اللي خدامه. تتقدر تمشي 8 ونص تلقاهم خدامين 9. دابا ملي غادي يدخلوا صحاب ديال التعليم وغادي تكون عندهم انجيكسيون ديال كوفيد وغيكون منهم ديال التعليم وغيكونوا خدموا منهم تعويض، هادو هما ساعات اضافيه. يا ريت تحسب لي ساعات اضافيه وغتشوف باش غتخلص. واحد الحاجه تيقولوا لينا، تيقول لك علاش سوايعكم كاينين فلوسكم انتوما كيجيو بسميتنا، كيجيو بالاسم ديالنا حنا، ما كيعطيوهمش لينا. علاش شادين وعلموا لينا؟ انا يا دابا انا وشي مستنينو. انا تنطلب كل مسؤول، انا ما غاديش نديزينين هاد المسؤولين، تنطالبهم يتقوا الله فينا ويديروا يتقوا الله ويعرفوا بان الجزاء ديالهم قضاء حوائج الناس على ايديهم، ماشي تضييع
حقوق الناس على ايديهم، يتقوا الله وما يشوفوش فينا كموظفين. حنا خدموا هذا الملف بما يرضي الله. يا رئيس حقوق، يا رئيس ديال الجماعه، انا تنطالبك تشوف هذا الملف الدرسو، عندنا حق، عطي لنا حق، راك انت هو المسؤول علينا. قبل عمده منين تنقول لك بانني يا عمده بانني انا جو مون فو كون فونكسيون، انا ما قصدت حتى شي حاجه بقله الاحترام. انا تنحترم اي مسؤول اللي تيدير خدمته. انت الرئيس ديالي ماشي عمده، ما تنخدمش انا، ما تنقدمش لك راسي كمواطنه، انا موظفه تابعه لك، انا موظفه تابعه لك، انت الرئيس ديالي. شدد، انا ما غنقدرش نحكم عليك، لا انا بافوا تبرزت، تنقدر نقول لك انت ماشي مسؤول، ولكن دابا امام الراي العام شدد الملف ودرسو وعرف الميزانيه شكون اللي متكلف بها، وشوف راه الاشاره، وشوف اسيدي رجب لي داك الجواب ديال الوزير الداخليه، وحطه قدامك يا سيد الرئيس، حطه قدامك وعرف بان ديسيزيون انور ديسيزيون. انا دي انا ما طالبه منك والو، انا دابا انا تنخاطب رئيس ديال الجماعه اللي هو عمده، انا تنطالبك عفى الله عما سالف، انا تنطلب منك كموظفه ديالك جزاك الله خيرا، خبط الملف ديال صحاب راه الاشاره وخدم بهم بما يرضي الله. الى عندنا رئيس سامبل سكرتير، مسيو العمده، رئيس سامبل سكرتير، تكون قاطه السكرتاريه على حقها وطريقه، غتشد لك داك لو سيركيلير وغتشوف فيه بان راه اون موديفيكاسيون في لارتيكل ديالها، سي فيني سي تيتانيلي، بلاش تسناو لينا معالي سيد الوزير. معالي سيد الوزير انا ما غاديش نديرونجيه لانه خير منه، لكن انت رئيس ديالي، انا دابا ما غنقيسك حتى شي حاجه، لان ما غاديش نعرف قبائل، لان 3 بيرسون كي سون كونسيغري في هذا الملف. انا ما غنقولش شو، وما غاديش نبرهن لك يا سيد الرئيس على خدمتي، لانك انتم ماشي مسؤولين باش انا نبرهن لكم واش خدامه ولا لا. عندي ميدس، عندي انايا الشاف ديالي، الا ما كنتش خدامه غيدير ابوندو دو بوس، الا ما كانتش خدامه غيدير اون ريكلاماسيون. بلاش تقولوا لينا حنا راه عندنا، راه حنا ما تنخدموش، راه انا ما نبررش لك، قلتي ما تنخدمش ما تنخدمش، تحد ما تتقلب عليا، قلتي تنخدم بما يرضي الله والله رقيبك.